أول حلقة بالسنة الجديدة عن التكنولوجيا معكم إيهاب سالم. اتأخرت شوي عليكم ولكن بتعرفوا كنت عم غطي سي اس من لاس فيغاس. إذا بعد ما حضرتوا الحلقات فيكم تشوفوا الحلقات اللي قبل عن كل أخبار تقنية المستقبلية اللي جاية. خبار اليوم كمان حتكون شيء جديد جاي وقصص خلصت من قبل. خلينا نشوفها بعد شوي. مرحبا حلقة جديدة من ستك معكم إيهاب سالم. حلقة إخبارية وحنبلشها مع سبيس إكس، شركة اللي بتعمل كل شيء صواريخ إذا بدكم. خبرنا الأول بفيديو تثبت على مش أكيد مش حاطين جو برو على صاروخ، ولكن تم تثبيته على كاميرا على صاروخ، وشفنا كيف عم ينطلق الصاروخ فالكون برحلة مدارية إلى الفضاء بلمح البصر. طلع الصاروخ وشفنا الفيديو كيف عم نشوف الكرة الأرضية مدورة، هذه ضروري نذكرها بالموضوع، بمنظر خلاب ورائع. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. خبرنا الثاني عن شركة سامسونج. تسريبات طلعت بكتير وصور وفيديوهات، ونزل انه هذا هي التليفون الجديد اللي حيكون S23 والألترا والسيري كلها. حسب التسريبات ما في تغيير بالشكل، بعدها بقول هيدي إشاعات ما بنعرف، لانه حيتم الاطلاق الرسمي بواحد شباط 1 فبراير هيدي السنة. خلينا نشوف شو كانت الصور اللي محطوطة، ولكن برجع بقول هيدا مش رسمي. التصريح الرسمي حيكون ب 1 فبراير. مش دائما بنحكي عن ابل، ولكن هالمرة الخبر مفرح لانه سجلوا عدة براءات اختراعات افكار جديدة ممكن يصيروا عم بيطبقوها بأجهزتهم اللي جاية القادمة منهم، عن الساعة أو عن اللابتوب وقصص كتير منها. هدول الأخبار آيفون قابل للطي، حساس بصمة بالشاشة وواقع معزز نظارات وقصص تانية كتير أشكال عندهم. مثلا اليوم تقريبا كانوا عندهم حوالي 66 براءة اختراع من الأجهزة اللي فيها محسن يفتحوا عن طريق اللابتوب، يفتحوا عن طريق الساعة اللابتوب الموجود عندهم إياها. الفيس اي دي صار اسهل عن طريق الماك اذا بدكم. سجل كمان براءة اختراع للجيل الجديد من سماعة الهوم باد مع كاميرا جاي فيه، ممكن نستخدمها للتحكم من بعد عن طريق سيري. قصص كتير تاني تم تسجيلها، بفرجيكم بعض الصور الموجودة. عجبتني افكار ابل. تسريب مواصفات ساعة جارمين اسمها فيفو موف. جارمين الساعة المعروفة للرياضيين، استعملتها من قبل وعملنا عليها ريفيو مرة أو مرتين ما بتذكر. العجبني بالساعة أول شيء جاية بلونين، لون أسود ولون ذهبي، بين عليها كلاسي شوي، ولكن معروفة أكتر جارمين بالساعات للأشخاص الرياضيين، وإنه بتحسب كل شيء تقريبا بيعملوه الأشخاص، يعني الناس اللي تحب الرياضة. شوفوا الديزاين وقولوا لي إذا عجبكم ولا ما عجبكم تصميم ساعة جارمين. يعني مش معودين نحن على هذا، بس يعني عجبتني إذا مثلا. رابط عم يطلع للأشخاص عن طريق السوشيال ميديا بيقول فوت على هذا اللينك وفي giveaway بمليون او 10 ملايين، فوتوا وسجلوا. انتبهوا من هذا الرابط، لاول مره بحكي هذا الشيء. اذا بدكم رح احط لكم الصوره، هذا اللينك اذا وصلكم ما تفتحوه، لانه مجرد ما انه تفوتوا على هذا اللينك كل شيء فيه معلومات لكم رح تطير. انتبهوا على الصوره اللي رح تحطها هلا. ايلون ماسك يغرد عن مصر و
نجيب سويرس بيعلق عن الموضوع، طلع حكي عمل تغريدة إيلون ماسك رح أحط لكم إياها هلأ إذا بدكم، وحكي عن حضارة مصر it was on fire إذا بدكم هيك، حطت صورة الـ 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 النار ومعلق عليه نجيب حطت له قلوب ومبسوط، وهيدي مش أول مرة إذا بدكم بيحكي فيها عن مصر هيك، إذا بدكم حلو كان نوع من الأكشن اللي صار على السوشيال ميديا على تويتر، والتغريدة أخذت كتير من التفاعل للعرب وخاصة أكيد المصريين. تسريب هاتف هواوي البي 60 ايه هلا اطلعوا الميت وهلا بي 60 بكثير من الخصائص البرو اذا بتكون، والبي 60 العادي حسب التسريبات بيقولوا ان الشاشه حتكون اوليد مقاس 6.6 120 هرتز، حيكون عندنا الدقه 3200 ب 1400 بالنسبه للمصادر، كمان حيكون في اعدادات للكاميرا، ودائما بنحكي نحن انه الكاميرا بتكون افضل شيء باجهزه هواوي، والمستشعر حيكون IMX789 هواوي، بعدها عم تشتغل بعدها بالتوب 10 اذا بدكم الموجودة بالاجهزة، شوفوا الصور وقولوا لي اذا عجبكم الجهاز بالشكل او لا. ريل بوس موجودة بالإمارات أطلقت مشروع الجديد اللي حيكون بواحد سيليكون عن طريق الباص اللي حيكون عم يتحرك على طريق سكة وبيستعمل الطاقة النظيفة، المشروع اللي حيبدأ عن جديد، هذه الشركة موجودة بأمريكا كانت وبالولايات المتحدة الأمريكية بلشت تعمل استراتيجية لأنه يكون في عنا تنقلات ومواصلات بس صديقة للبيئة، مشروع هلأ بلش بالإمارات وأعتقد كمان حيكون في منه موجود بالسعودية، خلينا نشوف الفيديو لتنقل المستقبلي بالبساط كيف حيكون، ما بقى فيكم تركض ورا اتوبيس اتوبيس اتوبيس، انا هذه راحت هالايام. خبرنا الاخير عن اودي، وتم تغطية حدث أودي اللي صار من 3 أيام بالإمارات بالأوتودرون، كاميرا مستر تيك وفريق مستر تيك كان موجود هناك، هو مش فريق أنا بس لحالي رحته معي كاميرا وما كانش في كاميرات أصلا، فأنا بقول فريق مستر تيك كان نعمل أنه هو كان فريق وصمه ما كانش فريق، هتشوفه بالريفلكشن وأنا عم صور، فكان موجودين هناك، كنت موجود هناك غطيت الحدث على سباق ال 24 ساعة من بالأوتودرون، شاركت في أودي وشركات تانية كتير مثل مرسيدس بورش ومرسيدس، شوفوا تصويري واعطوني رأيكم. بدعوة من شركة أودي كنا موجودين يوم الجمعة والسبت والأحد بالأوتودرون بالموتور سيتي لحضور سبق 24 ساعة، موجودين كنا مع كذا فريق موجود، كان في عندنا البورش البي ام سيارات تانية كتير، مشاركة شركة أودي هي مش الأولى، ربحانين تقريبا 3 جوائز 4 جوائز من قبل بوجود 8 سيارات عندهم لكذا فئة موجودة، السيارة عم نشوفها من الداخل كيف التنظيم تبعها، كيف تحضيرات، كيف تحضيرات حتى بالبيت ستوب، التواير والدوليب، على أمل فيما بعد يكون في عنا تجارب لسيارات أودي الكهربائية. مين ربح بالسبق؟ ما بعرف. هذا كان كل شيء لليوم، حلقة جديدة بنشوفها جمعة الجائز، على كل أخبار لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة و تفعيل زر الجرس، وإذا ما عجبتكم القناة لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، عادي شو تفرق معك يعني عجبتكم ليش متى تعجبك مثلا، وسلام.